السلام عليكم أحبابي في الله، أهلا وسهلا. معكم كالعادة عزيز. حاليا أنا بمعرض الدولي للصناعة أو الصالون الدولي للصناعة التقليدية والحرف برياض الفتح بالجزائر العاصمة. الآن أنا في الجناح زميل لي من ولاية البليدة، ربي يبارك عليه. ها هو ما هوش قاعد، راهو مشغول مع لي بروجي تاعو. شوفوا يا جماعة، شوفوا ربي يبارك، أعمال خرافية هادي مخدومة بليد ما شاء الله عليه. شوفوا 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 ربي يبارك، هاكم تشوفوا. إيه شعلهم شعلهم الضو. شوفوا ربي يبارك، شوفوا 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 شوف. هاي مفاجأة يا جماعة، شوفوا شوفوا ربي يبارك ما شاء الله. حبيت نوريكم الابداع، الابداعات تاعو. لفت انتباهي كثيرا، وانسان بشوش، انسان ربي يبارك، متربي متخلق، يقاه قدر احترام خالتي. شوفوا يا جماعه، شوف هذا عامل تقليدي حرفي مهني يدوي بامتياز ما شاء الله عليه، ربي يبارك. شوف 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 كاش ما جبت لنا ما نسناو غدوه ما شاء الله. انا بغيت نروح الى 12 تاع عندي.